قميصه كان من الكتان وكان أخضر مفصص وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالل عليك. صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن وتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي. صلي 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 على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن واتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة والجبهة شمس وساطعة والكحل رباني وإلهي في الرموش وإن الليل إن الليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن في سنانه شق طل ياما منه نور عنبر والعرس مسك الزهور والشعر ناعم منبته فوق الجبين ابيض منه بالعدد يا دوب 20 بالطوب الابيض كان حاكم مصر بهدي ابتدي هادي والنبي قبل الهديه وسيفه كان له قبضه فضه تلقى فيه الكف ناعم انما القبضة قوية. طالت حياتك يا نبي وكفك شريف لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف بيتكلم على مهله وصمته كلام ويبكي بحرقة والضحكة بالابتسام. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن صلي على سيدنا النبي جد الحسين ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين أدى الرسالة وتمها بين اليومين. صلي صلي على سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي على النبي. صلوا صلوا صلي على سيدنا النبي جد الحسن صلوا جد الحسن واتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي. صلي صلي مساء الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد وسهره جديده بتبدا مع حضراتكم ومصر جاي. مساء الخير يا حاتم. مساء النور يا هند. مساء النور مشاهدينا الكرام. رمضان بيجري. احنا النهارده يوم ايه 13 13 يوم جري وبسرعه. 13 سهره قدمناها وباذن الله سهرتنا النهارده هتعجبكم باذن الله لان فيها يعني فنان كبير في مجاله. كلنا انا من واحد من عاشقين التصوير وهو اسم كبير واسطوره من اساطير التصوير في عالم التصوير بشكل كبير. هيكون معانا ضيفنا الكريم. صور رؤساء صور ملوك صور وزراء صور فنانين صور ناس كتير جدا دايما في التاتش بتاعه لازم هتلاقيه موجود. لما تشوف الصوره تقول اكيد الفنان الكبير عادل مبارز هو اللي ورا الصوره دي. الاول بس
هو الحقيقه لو قعدنا قلنا مقدمات ممكن الحلقه تخلص مننا واحنا قاعدين نقول كل المقدمات على الفنان القدير الاستاذ عادل مبارز. اسمحوا لنا ان احنا نرحب بيه النهارده، هو ضيفنا ومع حضراتكم النهارده في سهرتنا في مصر جميله. مساء الخير يا استاذ عادل وحضرتك منور ليكم. يعني وانا سعيد طبعا بكلامكم الجميل ده، ويعني سعيد ان انا موجود اولا مع الاستاذ حيدر وهو من هواة التصوير، وسعيد موجود معاكي موديل من موديل التصوير اللي الواحد برضه صورهم كتير يعني الحمد لله. ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك. قبل ما نبدا سهرتنا خلينا نقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا. طيبين جميعا وكل الساده المشاهدين يا رب طيبين. والنهارده بقى هنتكلم على تاريخ حضرتك في التصوير والبدايه وعشقك جاهز. للكاميرا لغايه جاهز. لما وصلت الالقاب الكتير اللي حضرتك لقبت بيها. الحمد لله معاكم طبعا. طيب قبل ما نبتدي بس عايزين نرحب برضو بفرقه ابراهيم وحسين صبري ليل تنور اللي كانوا بيرقصوا معانا من شويه، هيتواجدوا معانا باذن الله في الحلقه. يعني هنعمل ميكس بين شويه تنوره ونتكلم مع فنانة الكبير ان شاء الله استاذ عادل مبارز. استاذ عادل يعني خلونا نبتدي نرجع ورا بقى شويه، نبتدي من البدايات. حضرتك ابتديت امتى تمسك اول كاميرا؟ وانا عندي ست سنين. ست سنين؟ اه ما شاء الله. طب يعني فاكر الواقعه؟ وكنا في رحلة في القناطر وأخويا الأكبر حط الكاميرا على الحمل الثلاثي وقال لي تعالى دوس على الزرار ده. اتغصت منه قوي عشان أنا كنت قاعد بلعب مع الولاد يعني. فرحت وأنا رايح في السكة قال لي خلاص خلاص في واحد كبير جاي أهو يا أستاذ تعالى أنت دوس على الزرار. فوانا راجع لأصحابي لقيت نفسي راجع منهزم ومتضايق قوي، ويعني وحرمني كنت هعمل حاجة حلوة. صباعي ده كان هيدوس على زرار يطلع صورة، الله أعلم كانت هتطلع ولا لا وقتها. بس روحت وأنا متضايق جدا وقلت لبابا يعني أنا عايز كاميرا، عايز كاميرا تبقى بتاعتي يعني ما ينفعش يعني أبقى حر فيها. أدوس على زرار وقت بحب يا ابني كاميرا أنت لسه. قلت له بص أنا عايز كاميرا وقعدت بقى عياط وكده. جابوا لي كاميرا كانت برقم قروش يعني، والفيلم بتاعها كان بستة صاغر والكاميرا كانت 12 صورة. خدت الكاميرا ورحت للاستوديو اللي جنبنا اللي قدام البيت يعني. أيه. اصور ازاي؟ قال لي تخلي الشمس في ظهرك وتصور. ما عملش، قال لي تحط الكاميرا على بطنك تاخد نفس تكتمه تدوس على الزرار ده، هي الكاميرا فيها زرار واحد بيعمل حاجه واحده بس يلقط. فقلت له طيب. رحت الرحله اللي بعديها يوم الاحد اللي بعديه خدت الكاميرا بتاعتي ووقفهم ورحت مصورهم، طلعت ال 12 صوره حلوين. تمام. بابا طبعا حمضته وطبعت على حسابي فاستنيت اسبوعين يعني. بابا شاف الصور قال لي لا 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 انت اللي تصور لنا، ده اخوك الكبير بيطلع بالفيلم ست صور او سبع صور، ال 36 صوره. فلا انت 12 صوره ده زي الفل. وابتدى بقى يمول هو ان انا ابقى المصور الرسمي بتاع الاسره يعني. ايوه بس الحس بتاع حضرتك ان اول ما جات لك كاميرا لجأت لي مساعده بروفيشنال، رحت لي المصور المتخصص اللي جنبكم عشان تتعلم صح. انا عايز اقول لحضرتك انا لحد دلوقتي بلجأ لزملاء اتعلم منهم حاجات. يعني انا لما الاقي في حته ناقصه عندي ما استكبرش بقى وانا انا المصور الفلاني او العلاني الكلام الفارغ بتاع الناس ده، لا خالص. اجيب شاب صغير واساله وبلاقي عنده المعلومه واتعلمها منه، والا خلاص يعني هندثر مع الديناصورات يعني. لا ده خليني اسال حضرتك استاذ عادل، يعني فرصه بقى حضرتك معانا هنستقي من حضرتك بعض المعلومات علي. الناس اللي بتحب التصوير لازم هي تاخد من خبره حضرتك طبعًا. يعني طبعًا. دلوقتي حضرتك شايف ان التكنولوجي والتطور الرهيب في مجال الكاميرات ويمكن الموبايل فونز، كل واحد دلوقتي ماسك الموبايل عمال بيصور، طبعا في فرق بين التصوير والتصوير والتصوير التوثيقي تمام. والتسجيلي والكلام ده كله، لكن حضرتك شايف ان التكنولوجي خدمت التصوير الفوتوغرافي في الفتره اللي فاتت ولا ممكن يكون قتلت شويه الابداع او زودت الابداع؟ حضرتك شايفها من اي وجهه نظر؟ بص التصوير ده هو فن الرسم بالنور، فن الرسم بالنور، لان الصوره صفحه سوداء النقطه اللي بتنورها هي اللي بتبان. صحيح. يعني انا ممكن اصورك واطلع نقطه بس، ليه؟ انا حطيت على وشك نقطه نور واحده. ايوه. فانت مش هتبان خالص. اللي بيخليني اشوفك واللي يخلي الكاميرا تشوفك النور اللي متوزع عليك، جاي لك نور رئيسي كبير قوي جامد جدا النور، هتلاقي نفسك طالع واضح والدنيا جميله وزي الفل. انما جاي نور جانبي هتلاقي وش نص وشك منور والنص زي دي كده حضرتك.
زي اللي مثلا عشان احنا نقول للفنان القدير الاستاذ عادل امام كل سنه عادل امام دي حاجه ثانيه. دي صوره عادل امام دي يعني هي دي بقى اللي ما تعملهاش التكنولوجيا. يعني انا رايح اصور الفنان عادل امام والفنان عادل امام كوميديان وهو بيحب يتصور بالحركات اللي بيمثل بيها الكوميديه اللي الناس بتحبها فعلا. ففي اليوم ده قلت له استاذ عادل انا عايزك جد. قال لي جد ازاي يعني؟ ما هو جد ده في ناس بتعمل صور يوسف وهبي هيطلع جد يعني. فقلت له لا انا عايزك جد يعني عايز اعمل لك صور جد. قال لي طيب انت بتتكلم؟ قلت له اه والله يعني انا بجرب حاجه مع حضرتك ويا ريت. قال لي فراح مديني كام صوره منهم. الصوره دي شافها الاستاذ سمير سيف المخرج وكان رافض الاستاذ عادل امام في دور الضابط في فيلم المشبوه. راح واخد الاستاذ عادل امام يعمل دور الحرامي في فيلم المشبوه من الصوره دي. فصوره كانت نقطه مغيره يعني عملت ناصيه كده. ما هي ما غيرتش مسار لان لا هي فتحت افاق جديده. بالظبط. انا شفته انا شايف ان الراجل ده مش بس كوميديان بعيني انا المتواضعه البسيطه. فالصوره خلته فعلا عمل بقى بعد كده ابراهيم الطاير وجمعه الشوان وعمل سلسله من الافلام الجاده اللي هي يعني خلته نجم النجوم برضو لانه كان هيظل نجم النجوم الكوميديان. لا ده ركب كل الادوار ما شاء الله يعني. طيب خلينا برضو نستغل الفرصه ونقول له كل سنه وهو طيب لانه بيحتفل بعيد ميلاده. كل سنه وهو طيب وربنا يمتعه بالصحه ان شاء الله يا رب. راجل جميل. طيب خلينا ناخد بقى نستعرض المشوار الفني لانه حضرتك طبعا يعني اعتقد ان مفيش فنان او فنانه ما قعدوش قدام الكاميرا بتاعت حضرتك. وكمان كان ليك لقاءات مع رؤساء وملوك ورؤساء وزراء يعني حضرتك مصور المشاهير. فخلينا نستعرض الرحله لغايه لما وصلت للبوزيشن اللي حضرتك فيه. عايز اقول لحضرتك انا في بدايه ما اشتغلت كان عندي شرط واحد، اوعوا تخلونا اصور فنانين. انا عارف كده، انا اعرف حضرتك كده وحاولت الموضوع. لا ما انا هقول لحضرتك ايه اللي خلاني تحولت يعني. ومش عيب ان الواحد يقول انا غلطان في اي لحظه يعني. انا لا استحي ابدا ان انا اقول انا غلطان. فممتنع تماما ومندوب بوكاله انباء الشرق الاوسط في رئاسه الجمهوريه وخلاص انا مكتفي بان انا بصور حاجات سياسيه وحاجات حربيه وحاجات رياضيه وكده. الى ان صديق عزيز جدا الاستاذ وجيه خيري قال لي انا ما فيش ولا مصور في الوكاله النهارده ورايح اصور الفنان نور الشريف وانت لازم هتيجي معايا. قلت له بص انا لا يمكن حصار فنانين بقى. كان عندي بقى الفكره بتاعت عبد السلام النابلسي واللي مش عارف مين اللي يروح عند الفنان وتدخله المطبخ ياكل لقمه الاول قبل ما الكلام الغريب ده. فدخلت صورت الفنان نور الشريف اكتشفت ان هو بيعاملنا ان احنا النجوم. فيعني ايه ده؟ يعني ازاي كده؟ يعني ازاي؟ طب انا ليه واخد الموقف الغريب جدا اللي انا واخده من الفنان نور الشريف من الفن ده كله. قلت له طب بص انا هشتغل فن بس معاك انت بس يا وجيه. فاشتغلت فعلا معاه كذا حاجه، بدايات الهام شاهين مثلا. اول موضوع يتعمل للفنانه الهام شاهين كانت طالبه لسه في معهد فنون مسرحيه ورحت صورتها على سلالم المعهد وكانت صور برضو حاجه جامده قوي كده يعني. فاكتشفت ان انا بشتغل مع ناس لطيفه جدا وناس محترمه قوي وناس جميله وناس متميزه بجد يعني. فقلت له بس خلاص لا انا اي مواضيع فن انا بقى جاي معاكم فيها يعني. واتنقلت بعد كده رحت مؤسسه دار الهلال، فطبعا بقى مجله الكواكب وحاجات ومجله المصور عملوا معايا شغل بسم الله ما شاء الله جميل قوي يعني. تمام. مين الوش اللي حضرتك بترتاح له وانت بتصوره وليه؟ مفيش وش ما برتاحلوش. انا بصور منتج الهي. الوش مش هو ابدا الصوره، عمر الوش ما كان الصوره خالص. بدليل انك هتلاقي ناس شكلهم حلو قوي بمنطقنا لكن انت مش طايقهم. مش لطاف. انا اسمع يا استاذ عادل ان الكاميرا بتطلع الروح اللي جوه. لا الكاميرا بتشوف الروح اللي جوه. يعني هي اللي بتبقى ظاهره. الكاميرا ما بتطلعش، الكاميرا ما بتعملش، الكاميرا دي مرايه. طب الكاميرا بتفضح ولا تجمل يا استاذ عادل؟ تفضح ولا تجمل؟ تجمل. طبعا.
الكاميرا في ايد في عين المصاب عين المصور اللي ماسكها بتخليك قمر وتخليك حاجه تانية خالص. الكاميرا بتشوف لازم تستنى اللحظه. طب بص القمر دي كاميرا احلى ضحكه طبعا. حد جميل جدا قوي الله يرحمها الله يرحمها ويحسن ليها. فالكاميرا الكاميرا بتشوف روحك لو انت اظهرت لها روحك، وده بيجي من اللي ماسك الكاميرا. لو انت ارتحت له هتلاقي نفسك بتؤدي قدامه يعني عايز اقول مثلا اي حد في الدنيا ليه مليون شخصيه. يعني احنا اما نتقابل مثلا الاستاذه مثلا لما بتشوف اي حد بتبقى حد جد قوي الاول، اما بتقعد قدام المشاهدين بتبقى اللي بيستضيف الساده المشاهدين. لما بتبقى قدام باباها بتبقى حد تاني، لما بتبقى قدام اخواتها حد تاني طبعا. قدام في بيتها مع اولادها حد تاني خالص. فانت بتقدر تبين الى اي حد قدام الكاميرا اللي هتبينه هيطلع حاجه صور جميله جدا. صحيح. طب عايز ارجع لصوره الفنانه سعاد حسني. يمكن كان في مصورين كتير كانوا بيقلقوا ان هم يصوروها لان هي كانت بتحب تصور من حته معينه او بوز معين. بص بقى، هي حد ضحك عليها الله يرحمها واقنعها ان احسن تصوير ليها التروكار اليمين من فوق. ويا سلام لو تقف على كرسي، ويا سلام لو تطلع في الدور التاسع وانت بتنط كده تصورني من يعني كده يعني. يا سعاد انت قمر، انت بتمثلي بكل شكلك وبترقصي وبتتحركي والناس حابين شكلك من كل الاتجاهات. ابدا هي. طب غيرت لها الفكره؟ لا خالص، ما غيرتها. لا لا، حد كان زرع الفكره وكبرت ورعرعت كده وبقت حاجه. فكل صوره هتلاقيها من الزاويه دي زي اللي احنا شفناها يعني. اللي هي التروكار اللي هو ثلاث ارباع الوش اليمين من فوق بعين الطائر يعني كل ما العين تعلى كل ما تبقى الكاميرا تعلى يعني كل ما تبقى صورتها هي قمر في كل حالتها الله يرحمها. طيب يرحم. مين تاني من المشاهير كان ليه اشتراطات في التصوير او يعني بيحب يتصور من زوايا معينه؟ لا ما فيش حد تاني تصدقي. بس في ناس يعني ايه يقول لك انا بتصور من كل الاتجاهات لكن تلاقيه برتاح بيميل ناحيه مثلا الجنب اليمين او بيميل ناحيه الجنب الشمال. هو كل جنب بيبقى له شكل يمشي مع احساس مختلف. يعني الجنب ده انت هتبقى حلوه قوي لو كنت جد مثلا، الجنب التاني هتبقى حلوه قوي لو مبتسمه وبتضحكي او كده يعني. فالواحد لازم يعرف وشه انهي زاويه اللي بيطلع ليها انهي احساس يخليه احلى. اللي بيتصور لازم يعرف ولا اللي بيصور هو اللي بيدرس ويقول؟ اللي بيصور هيعرف لو شاطر. لكن دلوقتي ما عادش، هو دلوقتي كله بيعتمد على ايه؟ فوتوشوب طبعا. يعني الكالر كوركشن ما بيطلعش عندك ريمبرانت في 5000 ريمبرانت وانت تنقي واحد. صحيح. منهم يرسم لك. يعني هو في واحد بس. صحيح. بيرسمك صح، لكن في 5000 يقلده طبعا، في 5000 واحد يطلعوا نفس الصوره بتاعت الراجل الفنان الكبير اللي رسم ده يقلدوها ويطلعوها تيبيكال ويمكن يطلعوها ايه فيها تحسينات كمان عما هو عمل. صحيح. لكن الفنان الفنانين قليلين جدا جدا جدا. طب عايز حضرتك سؤال معلش. اتفضل. حضرتك بتدرس الشخصيه اللي هتصورها قبل ما تصورها وتدرس طبعاً. الوش طبعا. انا قدمت برنامج اسمه المصورات، شفناه يا فندم. فكره البرنامج ده كله جايه من ان انا لازم اقعد مع اللي بصوره قبل ما اصوره. فالقعده دي هي اللي الناس شافتها وقالت ده برنامج استمر 8 سنين. صحيح. القعده دي اللي انا بحفظ الشخص اللي قدامي فيها. صح. يعني انا ما بيجي لي حد لازم يقعد الاول ونتكلم ويشرب حاجه ويهدى كده، واحنا بنتكلم اتكلم مع حد تاني وراقبه واخلي حد تاني يشد عينه وراقبه لحد ما اوصل ده جواه ايه بالظبط. بخلاف الفنان بقى، الفنان انا ببقى عارفه من مشاهد طبعا، يعني بوصله المشهد واصوره يعني. صحيح. اقول له والله فاكر يوم المشهد بتاع الفلان كان جميل، يروح داخل في الشخصيه داخل في الاحساس تيجي معايا صوره حلوه، الصور حلوه قوي. حضرتك من الفنانين اللي بتحب تعمل سيتنج للصوره ولا بتعتمد اكتر على الناتشرال سيتنج او ناتشرال لايت؟ لا انا بحب
تنور الناتشورال لايت، وانا اللي انور النور بتاعي حتى لو بره. يبقى معايا الادوات اللي تخليني انا المتحكم في النور مش النور اللي سايقني. يعني عشان لما انا بتحكم في النور ببقى عارف اطلع اللي انا عايزه ايه بالظبط. ولو في حد في عنده حاجات انا شايف انها مش مفروض تبقى الناس تشوفها، بعرف ازاي اداريها بالنور. النور هو ده، هو بطل الصورة مش اي حاجة تانية. وبعدين معلش، لما انا اصورك واعمل لك صور حلوة بلا خلفية على الاطلاق دي حاجة، وان انا احطك في مكان مبهج ورائع وجميل، دوري على نفسك مش هتلاقيك طبعا، لانه العين هتاخد خلاص. يعني انا شغلت العين بمليون حاجة وما صورتش الشخص، او صورته ولعبت فيه خليت الصور بتاعته الناس تقول الله الصورة حلوة قوي، بس مين ده؟ مش باين. انا قلت دي 3000 مرة على 3000 صورة، يعني كل شهر بقول 3000 مرة الله الصورة دي حلوة، او مين ده او مين دي، ويطلع نجم كبير او يطلع صديقي يعني هو الكلام جميل. مش سهلة، كلام جميل، وفي كلام كتير قوي عايزين نسأل حضرتك. هتستحملنا بقى معلش السهرة دي، هنسألك في حاجات كتير قوي معاك، بس استاذن حضرتك انا جاي عشان اجاوب. نروح نشوف تنورة كده شوية ونرجع. انا عايز اقوم اعمل لكم برضه بس المرة الجاية. احنا معانا فرقة الاستاذ ابراهيم وحسين صبري للتنورة، يقدموا لنا استعراض. اتفضلوا يا رجالة اتفضلوا. اللي هم بيعملوا حاجة
حيا الكونغو هو تاني أطول نهر في إفريقيا بعد النيل، إذ يبلغ طوله 4474 كيلومتر، أي قرابة ثلثي طول نهر النيل، ومساحة حوضه 3,457,000 كيلومتر مربع. وهو ثاني أكبر حوض نهري في العالم بعد الأمازون، ويشغل كل من جمهوريتي الكونغو والكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وشرقي زامبيا وشمالي أنغولا وأجزاء من الكاميرون وتنزانيا. يعرف النهر عند السكان المحليين باسم نهر زائير، وهي كلمة محرفة من كلمة نزاري باللغة المحلية التي تعني نهر. أما إيراداته المائية السنوية فتبلغ نحو 1,293,000,000 مليون متر مكعب، أي قرابة 14 مثل إيرادات نهر النيل وفقا لتقديرات اليونسكو، بما يجعل منه ثاني أعظم أنهار العالم بعد نهر الأمازون. وتستهلك جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 12,800,000,000 مليون متر مكعب فقط من المياه العذبة، بنسبة 1.4% من إجمالي إيرادتها المائية، وهذا يعني أن هناك قرابة 887.2 مليار متر مكعب تتدفق من الكونغو الديمقراطية وحدها إلى المحيط الأطلسي دون أن يتم استخدامها. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا مع حضراتكم وسهرتنا مع المصور الفوتوغرافي الفنان عادل مبارز. أستاذ عادل، خلال رحلتك مع التصوير أكيد اتعرضت لمواقف كتيرة جدا. حلوة ولا وحشة؟ لا يعني لسه كنا بنقول في الفصل تعرضت المخاطر. يعني هو شغلة المصور الصحفي دايما
في نظرة ليه كده تحس ان فيها تحدي، انه ماسك حاجة حاططها على عينه وبيشوف الناس منها، بيدي احساس للناس ان دي حاجة هجومية مش حاجة تسجيلية يعني. فلا انا تعرضت لحاجات لطيفة كتير يعني. يعني يوم اغتيال السادات اتضرب عليا رصاص، وانا انتبهت انه كان بيخبط في حتة قماش جنبي، اكتشفت ان في حد بيضرب نار من على الرصيف التاني، بس كان بيضرب على حد من اللي بيجروا. لكن انا في مرمى النار يعني. في مرمى النيران فرميت نفسي ورا سور كده، وطلعت راح لقيت حد ماسكني من هدومي، ولولا ان انا كنت معلق كارنيه ان انا مصور في رئاسه الجمهوريه، مندوب في رئاسه الجمهوريه، كنت هروح في مشكله جامده جدا يعني. أكيد. لان كان جنبي مصور ما معهوش الكارنيه. الطحن طحن عنيف يعني. لا اتعرضت لحاجات لطيفه كتير. طب احكي لنا حاجه، عايزين نعرف الكواليس دي. هقول لك مثلا شاه ايران لما جه مصر، قعدنا نفكر انا ومجموعه من الزملاء المصورين ازاي نصور هذا الرجل في وجود الاف المصورين، قول 7000 قول 6000 قول 8000، رقم لا يمكن حد يحصره يعني، من كبار جهابذة مصوري العالم موجودين، اللي بيشوفوا بس يصوروا خلاص ياخد طيارة خاصة ويرجع على بلده عشان يلحق ينشرها. فأنا قلت أن لازم أصوره أنا ومجموعة يعني معنا، نصوره إحنا بس كده اللي نبقى واقفين قدامه إحنا بس ونصوره. فكيف يتسنى لنا ذلك يعني؟ صعب قوي. طب قعدنا نفكر في يوم السادات الله يرحمه سافر الرئيس السادات على السودان وسابه في أسوان، فقعدنا أنا قلت لهم نفكر بدماغ الشاه، مش هيقعد في الأوتيل طبعا عشان السقف واطي قوي وهو واخد على اللسقف العالي، مش هيكلم مع أي حد علشان ما يحسش إنه قل. هو خارج من 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 إيران ومحدش، العالم كله ما يعرفش هو بيعمل إيه في مصر. هو مقيم بقى خلاص، ساب إيران ولا لسه راجع إيران ولا يطلع من القاهرة على حتة تانية، محدش مقرر ولا محدد ولا حد عارف حاجة. فطب يا جماعة الراجل ده لازم هيتمشى في الجنينة اللي قدام الأوتيل. أجرنا مركب ومن 10 الصبح قعدنا في النيل، في النيل من ناحية قبر أغا خان، والأوتيل ده في وسط النيل، جزيرة في وسط النيل بين أسوان وبين، طبعا مش هقدر اقول الاسم عشان طيب ما تدفعوش انتوا حق الاعلان، ولا اقوله تدفعوا. لا لا مفيش داعي. على ايه؟ فوقفنا من الساعة 10 الظهر للساعة 6 بالليل. ياه. طب جايز يجي المراكب طبعا عايز يضربنا كلنا بالمقاديف اللي معاه، ويعني خلاص هيجنن يعني مننا. فالساعة 6 وربع 6 وثلث كده، والشمس بقى راحت خالص وكل حاجه بقى يعني يا دوب في نور كده، لقينا غيمه بشر بتمشي في الجنينه. عرفته بقى. توقعاتنا صدقت. قعدنا ننادي عليه، كنا 4، انا الوحيد اللي مصور وكاله والباقيين كلهم مصورين مجلات، فانا يعني انا واخد الانفراد، هم مش واخدين اي حاجه. مستر شاه مستر شاه، راح الشهبان وراحت ماسكاه من ايده ونزلت قعدت بيه على الصخور اللي بين النيل وبين الجنينه. فصورت الصور دي، والصور دي اتنشرت في نفس اليوم. يعني في نفس اليوم قدرت اوصلها من اسوان للقاهره، والوكاله طبعا ادتها لكل الوكالات. فالعالم من هذه اللحظه تعامل مع شاه ايران على انه اسطوره انتهت. الخطوره هنا فين بقى؟ ان احنا اتضرب تحت المركب اللي احنا فيها دفعة رشاش من الامن المرافق للشاه. لو اتقدمته خطوة تاني هيبقى ضرب في الملعب. فطبعا يعني مخاطرات الواحد بيتعرض لها بشكل، حضرتك تبقى حاسب الحسابات دي برضو. بس هو برضو انفراد حضرتك. حضرتك وانا بشتغل ما بحسبش غير حسبة واحدة، عايز الصورة، ان انا اخد الصورة. المخاطر انا يعني بحاول اتجنب قدر الامكان
لكن انت بتلاقي نفسك خلاص انت في وسط الخطر. بس حضرتك بتتكلم على رؤساء وملوك وناس تقيله يعني ومعاهم حرس ويعني مش سهل يعني الغلطه بجون لما مؤاخذه يعني سوري هي يعني. صح؟ هي بالظبط كده. ما انا تاني يوم بقى يعني حصل برضو استدعاء وتحيات وكده يعني، بس تفهموا الوضع يعني. انا اما شرحت وضعي انا وان انا عملت انفراد عالمي طبعا لمصور مصري في وجود 7500 مصور اجنبي، لقيت نفسي تاني يوم الساعة 6 الصبح راكب على يخت مع الشاه والشهبانو ورايحين معبد فيلة. بس لقيت ال 7000 مصور موجودين بقى موجودين في معبد بس حضرتك واخد الصبق وراكب معايا يعني عرفوا وراحوا معبد فيلة فعلا. بس صورة حضرتك هي الصورة الوحيدة المختلفة عن بقية الصور. بس انا جايبها معايا على فكرة لو دوروا ان شاء الله ان شاء الله نقدر ان احنا نعرف هيلاقوها صورة واحد واحدة على الصخور كده يعني. والصورة كمان جاوبت على السؤال، الشاه على عرش من الصخور، انتهت أسطورة الشاه وابتدى الخميني يحكم بعد هذه الصورة. يعني الصورة كانت برضو فاصلة في مفصلية يعني صورة نقلت إيران من مرحلة لمرحلة. صحيح. طب ايه تاني من المواقف احكي لنا؟ رحت اعمل موضوع في الأردن. أنا عايز أسمع ده من الصبح. عن طفل مخطوف من مصر. وكالعادة تحمست، وكان في قضية بقى منظورة، كنت بشتغل لأحد المجلات العربية ورفعوا قضية باسم الأم المصرية لابنها مخطوف. فأنا رحت عشان أقول للمجلة ده ابنها ولا مش ابنها. فبعد أول مقابلة قلت لهم ابنها بنسبة 199%. يعني ما كانش عندي اي نوع من انواع الشك ان ده ابنها. وعملت صوره خدت عليها جايزه ضخمه جدا وسافرت سويسرا استلمت الجايزه وكده. المهم ان انا يعني قمت بقى بدور الباحث عن الحقيقه مع القضاء ومع البوليس ومع الدنيا، ووصلت لخيوط في القضيه تقول ان الطفل ده ابن الست دي قدام القضاء كمان. مش باحساس الشخصي بس. فوصلت مثلا للي كان صور الطفل اصلا ونشر صورته وادى صورته للانتربول الاردني، طلع ابن جوز الست اللي خطفت الولد. وتفاصيل بقى كتيره جدا كده في القضيه يعني. المهم ان انا لقيت نفسي شاهد رئيسي في القضية. في القضية لأني قابلت الست اللي خطفة وخلتها اعترفت لي كمان. اعتراف تفصيلي كيف خطفت وليه وازاي وكل حاجة. طب عرفت تعمل كده ازاي؟ عرفت تعمل كده ازاي؟ ده ربنا صعب يعني. ربنا ساعات ربنا يحط جواك قوة ويحط جواك مهارات مش بتاعتك عشان تخلص حاجة معينة عشان الطفل ده يرجع لأهله. المهم يعني تفاصيل القصة عايزة ثلاث حلقات مثلا نقعد نتكلم فيها. ده اتعمل مسلسل كان بطولة الفنانة يسرى في ايد أمينة، والفنانة يسرى قامت بدوري في هذا المسلسل. والمسلسل ده قعد 30 حلقة يعني في أحداث كتيرة جدا. بعد ما خلصت الشهادة بتاعتي لقيت عسكري واقف لي على باب القاعة بيقول لي انت فلان؟ ليك قضية قدام القاضي فلان. فرحت لقيت القاضي يعني قريب المحامي بتاع الست. وانت متهم بالنشر الكاذب، مذنب ام غير مذنب؟ قلت له غير مذنب يا سياده القاضي. الموضوع قال ده قاضي يعني ما اقدرش. نظرا لضيق الوقت يوقف المتهم لمده اسبوع في مركز الاصلاح والتاهيل للمهنه. وليت نفسي لابس كلبشات وراكب عربية الترحيلات وراح السجن ومختارين لي مكان جنب الحمامات بتاعت عنبر السجن. خرجت من السجن طبعا بعدها 48 ساعة وأشيد بعدلة القضاء الأردني يعني إن أنا والقاضي وقفنا قدام قاضي القضاء الأردني وعزل القاضي لأنه ما استندش لأي حاجة قانونية في إنه يوقفني إنه يحبسني يعني. خرجت المهم بمعاونة السفارة المصرية، رحت بعدها بحوالي 20 يوم خدت الولد من الأردن ورجعته مصر كده خطف. ياه خطفت الولد ورجعت بيه
ده اللي كان ممكن يعرضني بقى للسجن بس بجد يعني. لكن الحمد لله الولد خلاص رجع لأهله وما عرفش عنه حاجة من يومها يعني. حاجة صعبة. التصوير مش بس كاميرا على فكرة. طبعا ما هو ومش هيوضح حضرتك فين يعني. ومش بس ديجيتال. ومش فوتوشوب بس. في حاجات حقيقية كتير. أنا بحس إنه يعني المواقف اللي حضرتك اتكلمت عنها التصوير مسؤولية. يعني طبعاً. حضرتك متحمل. أي شغل مسؤولية. طبعا. بس يعني أقصد ممكن الجيل الجديد يفهم إنه التصوير يعني مهنة سهلة ولكنها لا هي مهنة فيها مسؤولية وقدر كبير من المسؤولية أكيد. ورؤية. وفي نفس طبعًا. الوقت كمان لازم الانسان يبقى والاحترام. امين واحترام طبعاً. طبعا لان انا لازم احترم زميل اللي معايا سواء كان كبير او صغير لان في ثانيه هيبقى هو ده ظهري وسندي. طبعا الزميل ده اللي انا ممكن اتكبر عليه في لحظه ممكن يجي في لحظه يبقى هو اهم واحد على وجه الكره الارضيه بالنسبه لي او انا ابقى اهم حد بالنسبة له لأني هبقى أقرب حد ليه. فبرضو الواحد لازم يهتم بزملائه جدا ولازم يقدر الكبار اللي معاه في شغلته طبعا. ويقدر الصغيرين اللي معاه في شغلته طبعا. يعني والنجم الكبير بيقدر الصغير لازم أي ما فيهاش نجومية على فكرة لا دي أخلاق النجم الكبير دي الأخلاق الطبيعية بتاعت يعني أي نجم كبير أي حد بيشتغل في أي شغلانة يعني أنت لما بيجي مذيع جديد اكيد بتحط ايدك على كتفه اكيد طبعا. بتقول له لا خلي بالك انت المره اللي فاتت كنت كذا انت طبعا. لازم هتنقل باي شكل خبراتك لهذا الزميل الجديد لان انت هتروح وهو هيكمل وهيبقى شايل الجمله او الكلمه اللي انت ساعدته بيها دي بس طول عمره يعني خليني اقول لحضرتك ده ما بيطلعش غير من شخصيات متزنه واثقه من نفسها وعارفه ان هي عندها قدر كبير من المعلومات وكريمه في ان هي تشار يعني او ان هم يشاركوا المعلومات دي هي مع الاجيال القادمه وده بيبقى متوفر في شخصيات بعينها مش في كل الشخصيات يعني انا بتعشم انه يبقى في كل الشخصيات لكن اللي ربنا يقدره بقى باذن الله طيب نشوف استعراض من فرقه ابراهيم وحسين صبري للتنوره اتفضل يا رجال يا كريم الله الله يا عظيم الله
فانتوم. استاذ عادل، يعني قبل ما ارجع لصور الفنانين اللي هنتكلم عليهم كتير، عايز اسالك سؤال عن الصوره. الصوره ممكن تكون وسيله لتوصيل رساله معينه، بمعنى بنشوف رؤساء دول، بنشوف فنانين زي ويل سميث مثلا لما جه يتصور هنا في الهرم، بنشوف محمد صلاح لما بيجي بيحرص دايما ان هو يتصور مع الاثار، بنشوف ليونيل ميسي لما جه يتصور عند الهرم. الحاجات دي كلها بتوصل رساله ممكن تساعد البلد بشكل كبير، تساعد على انتعاش السياحه، تساعد تدي رساله للناس اللي بره تقول حاجه. عايز نتكلم في الوقت الحالي هيتقبض عليك فورا عشان انت بتصور بدون تصريح، ولو قلت انا عايز تصريح هتلف جمهوريه مصر العربيه عشان تاخد تصريح. المسؤولين عن السياحه والاثار مش عايزين هذا النوع من الدعايه. Yeah. مع انه نوع من الدعايه غير مدفوع. هي صوره يعني واحده بيخش عليها فولورز قد كده ملايين يعني. بالظبط كده. انت بيجي ناس شخصيات كبيره جدا ونتفاجئ ان هم اللي حاطين صورهم على السيتات بتاعتهم، وان اصلا ما حدش اعلن ولا قال انهم موجودين في مصر. يعني احنا ما بنعرفش نستغل اي حاجه سياحيه موجوده عندنا. طب ما يمكن بيبقى بناء على طلب الشخصيه اللي جايه ان هو عايز الزياره تبقى في حدود ال يعني انا هخدم الشخصيه ولا اخدم بلدي؟ بلدي طبعا. طب خلاص شخصيه ايه؟ انا بقول لك عرضت نفسي للموت وضرب الرصاص علشان يبقى حد مصري هو اللي عمل، وكان اسمي ما بيتحطش على شغلي. انا حضرتك معايا ان الصوره ممكن توصل رساله تبقى وسيله للتوصيل. طبعا الدعايه الغير مباشره انجح ب 150 مليون مره من الدعايه المباشره. صحيح. ومجانيه. الدعايه المباشره الدعايه تكلفك ملايين، لكن الدعايه الغير مباشره مجانيه. بس انت شيل ايدك، ارفع ايدك انت وسيب الامور على طبيعتها. لكن انت عندنا اثار كتيره جدا لا تمكن المصورين المحترفين انهم يوصلوا لهذه الاثار عشان يصوروها. ولو مكنتهم بتدفعهم فلوس كتيره جدا وانت اللي عايز تكسب، مع ان هم تصويرهم اللي هيكسبك اللي بجد، الفلوس اللي بجد مش الفلوس الكاذبه اللي انت بتدور عليها. الفكر لازم يتغير، يعني لازم التنشيط السياحي يبقى مختلف تماما عما يفكرون الان. لان دلوقتي هم بيفكروا بالشكل اللي ما بيجيبش فلوس، لكن الصور الغير مباشره او الدعايه الغير مباشره هي اللي تجيب فلوس، وتجيب فلوس كتيره جدا يعني. صحيح. وتغري الناس انهم يجوا بلدنا ان شاء الله يعني. ان شاء الله. يعني لو قلنا احنا مطلوب تيسيرات اكتر للساده المصورين ان هم يكونوا متواجدين في مواقع الحدث او مع المشاهير. مطلوب تيسيرات مطلقه. مطلوب انك انت تفكر ازاي تستغل المصورين، مش ازاي تفكر ان المصورين بيستغلوا الاثار. لا، انت اللي تفكر ازاي نعمل. اقول انا مثلا مليون فكره دلوقتي. انا اولا قلت فكره مره كان في وقت تكاليفها مليارات على الدوله، قلت لهم من غير ولا مليم نخلي من اشتراطات الترخيص ان يبقى في كاميرا على باب كل محل وكاميرا على باب كل عماره. هتكلف الدوله ايه؟ ولا الهوا. الجمهور هو اللي يروح يشتري الكاميرات، لان ده انت عشان تعمل رخصه مش بتجيب طفايه حريق. صحيح. ما هو في عربيه مطافي، لكن انت ليه بتجيب طفايه حريق؟ انت بتجيب طفايه حريق تحمي نفسك. صح. الكاميرا دي هتحميك اكتر من طفايه الحريق. طبعا. فالفكره الحمد لله انتشرت بشكل محترم جدا، ووفرت مئات الملايين على الدوله. صحيح. وجابوا منها قضايا كتيره جدا على فكره، لان بيتتبعوا الكاميرات بيوصلوا للجناه. فبرضه لو قدروا يستغلوا نفس بنفس المنطق، يعملوا مسابقات فوتوغرافيا، يعملوا ومسابقات تبقى عالميه وجوائزها ملايين مش الوفات، هتجيب لهم مئات الملايين، هتجيب لهم مليارات. لكن التفكير مش دي فكره حلوه، دي انا بنطرحها من خلال مصر جميله. بالزبط. لان احنا دايما بنتكلم في الايجابيات واللي ممكن يحصل عشان يحسن الاوضاع، فيعني دي فكره طبعا. لو ويخلوا يعني انت لو عملتي مسابقه ورونا مصر. بالظبط. كل واحد عارف جميلة. يروح آه. فين في مصر. صح. كل مصورين مصر عارفين يروحوا فين في مصر، بس خلي ايديهم مفتوحه ومطلقه، يعرفوا يصوروا ويطلعوا لك جمال انت نفسك ما تعرفش انه موجود في بلدك. صحيح. يعني طيب احنا عايزين نرجع مره ثانيه للقب ملك البورتري، وده لقب يعني حضرتك اخدته بجداره،
وخلينا نسأل برضو سؤال كمان مع ازاي وصلت الملك البورتري، التصوير عين مصور ولا امكانيات كاميرا؟ التصوير عين مصور مع دراسة دائمة مع امكانيات تمشي مع التكنولوجيا اللي موجودة. يعني انا اول ما ابتديت اصور عملت اسمي من الكاميرا بس، وبعدين سافرت مرة فلقيت الشمسيات وكيفية استخدامهم، اتعلمت وانا واقف من اللي بيصور ده، عيني عرفت هو بيعمل ايه. فرجعت جبت شماسي بتاعت الحج دي وطوعتها وخليتها شماسي بصور بيها، وبعدين لقيت ان في يعني اطقم فلاشات معها الحاجات دي بتتباع، اشتريتها. وبعدين نزل السوفت بوكس جبته، وبعدين كل وسائل الإضاءة لازم الواحد يساير العصر طبعا في شكل النور اللي هو بيستخدمه. وبعدين برضو لازم يشوف ازاي يحسن صوره، بشرط ان الصور تكون حلوة، لان المحسنات دي اديها صورة وحشة هتخليها صورة حلوة، بس بتاخد بقى الشخصية وبتاخد الإحساس وبتاخد كل حاجة وبتضيعه خالص. وبعدين يعني اللعب في الصور ليه حدود. ايوه طبعا. مش مطلق، مفيش بني ادمين بلاستيك. مساحه الابداع لحد فين ممكن تبقى موجوده؟ مساحه اللعب في الصور برضو والكالر كوركشن والحاجات دي لحد فين برضو ممكن تبقى موجوده؟ الابداع لازم الصوره قبل اي حاجه وهي لسه رو، وهي صوره خارجه من الكاميرا، تقول الله الصوره دي حلوه. وبعدين تبتدي تشتغل عليها، تشيل منها بعض العيوب، ما تشيلش كل العيوب، لان في ناس عندهم عيوب رئيسيه في وشهم ما ينفعش تشوفها من غير تشوفهم من غيرها. وفي بعض الاحيان تبقى مواطن جمال، يعني العيب ده هو بيميز الشخصيه. لو السنان مثلا اللي شكلها ما اعرفش عامل ازاي بتاع كده، كل دي حاجات طبعا من الحاجات اللي بتطفي. بس في ناس ما شاء الله يعني جمال، يعني لا ما شاء الله اكبر يعني. يعني ده راجل جميل. انت عارف استاذ مصطفى فهمي مثلا، انا اتفاجئت هو بيرفض يطلع في اي برنامج. جه معايا في برنامج المصوراتي علشان هو اصلا كاميرا مان، هو اصلا مصور. يعني وصور افلام، هو طالع نزل اسمه على افلام هو اللي مصورها. فجي علشان يجامل زميل يعني. جه يجامل زميل في البرنامج يعني. فكان هو لفتاته جميله، وهو طبعا في ناس بيتميزوا بوسامه الشكل. لما كمان تبقى روحهم حلوه واحساسهم جميل، انت بتاخد صور رائعه وجباره يعني. اكيد. استاذ عادل احنا قدامنا ديه واحده. ايوه. خلينا نتكلم على ادبيات المهنه، واحنا بندي يعني طبعا حضرتك استاذ كبير في عالم التصوير ورحلتك طويله وخضت مواقف كتير وتعلمت كتير، واول درس ان اللي عايز يحافظ على مستواه ويفضل دايما في مستوى متقدم يتعلم، وكل يوم يتعلم، مفيش حد بيوصل للمكانه ديت من غير ما يتعلم. خلينا ندي دروس كده مجانيه لشباب المصورين اللي عايزين يكونوا زي حضرتك في يوم من الايام. اقول لهم اولا احترموا بعض جدا، المصورين لازم كل مصور يحترم كل المصورين اللي زيه، ويحترموا المهنه، يعني يحترم ان هو مصور، ما يعملش اي عمل يسيء لمهنه التصوير الفوتوغرافي. لما يدخل مثلا استاد ما يطلعش على النجيله ابدا، لان دي مش بتاعه المصورين. انا بشوف مصورين بيطلعوا يهجموا على اللعيبه ويقفوا في وسط اللعيبه، ده مش دورنا ومش مكاننا. احنا مكاننا ان احنا نبقى بره الملاعب بنصور ما يحدث داخل الملاعب. صحيح. احنا ما نبقاش جزء من الحدث. كويس. ما يعني دي حضرتك ناقل للحدث. طبعا انا بنقل الحدث مش جزء منه. ما يجبش ان انا اكون جزء منه كمان ولا من اي حدث. اما اروح مثلا اصور رؤساء او كده، لازم ابقى او شخصيات عامه، لازم ابقى دارس وفاهم، لان ممكن اهم صوره في الحياه تحصل مثلا اتنين متخانقين مثلا ووقفوا وسلموا على بعض، هي دي اهم صوره حصلت في هذا اليوم طبعا. او انهم بصوا لبعض بصه
فيها قوة أو فيها كره أو فيها تحدي أو كده. هي دي صورة هذا اليوم، لازم أبقى دارس وفاهم كل واحد من اللي موجودين هنا علاقته إيه بالآخرين. أو أنا في حفلة فنية لازم أبقى عارف مين الفنانين اللي بيحبوا بعض ومين الفنانين اللي ما بيحبوش بعض، وراقب لو التقوا أبقى متأكد إن في عندي سالب وموجب. صحيح. هيدوني شرارة السبارك ده هو اللي أنا مستنيه. تمام. للأسف الوقت خلص يا أستاذ عادل. سوء حظي. والله سوء حظنا إحنا، بس إحنا محكومين بالوقت. حضرتك نورتنا وأهلا بيك دايما معنا في مصر. استمتعنا بالحلقة مع حضرتك جدا والله. أي وقت أنا معك إن شاء الله. ربنا يخليك، نورتنا إن شاء الله. طب إحنا كده هنختم الحلقة ونسيب السادة المشاهدين مع فريق التنورة. للأسف وقتنا جري بسرعة، هنشوفكم بكرة إن شاء الله. وعايزين نشكر برضو فرقة إبراهيم وحسين صبري للتنور، شكرا جزيلا. لا الله يكون في عونهم، بصراحة عملوا شغل جامد قوي يعني. احنا دخنا واحنا قاعدين بالظبط. اتفضلوا يا رجالة. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي 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 على سيدنا النبي الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة، والجبا شمس وساطعة، والكحل رباني وإلهي في الرموش، ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، في سنانه شق طليامة منه